صار من تنظيم جمعية نحن نحب سوسة. مهم جدا المؤتمر، علش على خاطر الموضوع هو شبكية التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والتطرف العنيف في تونس. ثلاثة تقريبا مواضيع تشغل أكيد التوانسة، ومش حتى كان في التوانسة، هو في العالم الكل، لكن أكيد كل بلاد وخصوصيتها. مهم جدا أنه نقدم الموضوع هذايا. هذك علاش سعيدة جدا باستقبال سيانيس بوفريخة، هو رئيس جمعية نحن نحب السوسة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. عسامة، مرحبا بيك ومرسي على الدعوة، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. في إطار الأنشطة الجمعية، اختيار الموضوع اليوم كان المؤتمر في تونس بالتحديد في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، اختيار الموضوع سينيس؟ اختيار موضوع يندرج في إطار مشروع احنا نخدمه فيه، هو رد متناسق ضد التطرف العنيف مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومختلف الوزارات المعنية بالموضوع. هو موضوع كبير، هو موضوع في إطار سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات اللي نخدم عليها. خدمنا المؤتمر الأول حول الديجيتال بصفة عامة، كل ما هو ديجيتال وتطرف العنيف، واليوم حبينا ندخل أكثر في ونتعمق أكثر في الموضوع حول الشبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والتطرف العنيف. وكانوا معنا مجموعة كبيرة 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 من الخبراء، من الكفاءات اللي تخدم على الموضوع هذا. مهم المؤتمرات، مهم دراسة الظواهر الاجتماعية، على خاطر كي نفهموا الأسباب نجموا نعالجوا. والعنف أصبح معناه قاعدين نشوفوا فيه، العنف المعنوي، العنف المادي قاعد موجود يعني في مجتمعاتنا، وللأسف يعني العنف ولينا نلقاوه منذ الطفولة، معناه من اللي أطفال، من اللي في المدرسة. العنف هذه حاجات اليوم تم طرحها بصفة مدققة. كانوا معنا أكاديميين، رؤساء أقسام، رئيس قسم العلم النفس في نصف أفريل، كانوا معنا معناها دي شيرشور خدموا على الظواهر هذه. فما دي شيرشور عملوا مراقبة لصيقة للشبكات التواصل الاجتماعي حتى يطلعوا المشاكل نتاع العنف عندها علاقة بالعنف. نجموش نعرفوا بعض الأسباب حسب الدراسات، معني شنو، وهذا حتى في الكواليس احنا شنو اللي يخلي وانه نشوفوا كمية العنف اللي نلقاوها في اللي كومنتير نلقاوها في الحاجات اللي خرجت اليوم، انه منسوب العنف كبر في المجتمعات بصفة عامة، مش كان في المجتمع التونسي منسوب العنف كثر برشا، وهذا مرده لعديد العديد العوامل. الحاجات اللي يعني خرجت اليوم انه وسائل التواصل الاجتماعي ماهيش هي الاوريجين نتاع العنف هذه، لكن هي تعطي برشا يعني دفع معناها لي بولسيون دو فيولونس اللي موجوده اساسا في المجتمع، اللي موجوده اساسا لي فريستراسيون، لحالات عديده جدا جدا جدا. بالحق احنا ان شاء الله يا ربي على قريب باش نخرجوا التقرير العام نتاع المؤتمر، ونبعثوا لكم ان شاء الله نسخه منه فيه بالحق يعني العديد من المخرجات. كانت نقاشات مهمه جدا، كانت نقاشات سريه جدا بين خدمنا على ثلاثه تروا كاتيجوري دونك اللي هما لي شيرشور لي اكسبير اللي هما الشباب، وبرشا شباب خدموا على الانتليجنس ارتيفيسيال، وخدموا على يعني على لي ميديا سوسيو ولي ميديا. دونك كانوا معنا زملائكم صحفيات وصحفيين معنا اليوم باش نجمنا نحاولوا كيفاش نطرحوا الموضوع هذايا بطريقة علمية، وبعدين المخرجات هذه احنا كمجتمع مدني وكجمعيات نحاول كيفاش نطبقوها على أرض الواقع، ونحاول كيفاش نطرحوا حلول ونطرحوا العديد من الإمكانيات اللي نجموا نحاول كيفاش
نقصوا من الظاهرة هذه إن شاء الله. يعطيكم الصحة، نستناو إن شاء الله مخرجات المؤتمر. أكيد. ومن خلال المخرجات هذه أكيد فما تطبيق على الواقع، وفما كذلك فتح النقاش مهم كذلك وقت اللي نحكيه على الظواهر اللي قاعدين نعيشوا فيها ونشوفوها، وأنه يكون المنطلق علمي ودراسة. مهم جدا البحث ومهم جدا هل مثل هاللقاءات. شكرا لك سي أنيس بوفريخة، شكرا لك. حبينا نتبعوا شنو اللي صار اليوم في المؤتمر ونقدموا المعلومة. شكرا لك رئيس جمعية نحن نحب سوسة.